في هذا العرض سنحل مجموعة من مسائل التمثيل البياني للمعادلات الخطية. ما سنفعله هو استخدام الطريقة الأساسية، حيث يوجد مجموعة من الطرق التي تمكنك من تمثيل المعادلات بيانيا. سنقوم بتعيين مجموعة من القيم ومن ثم نصل الخط. لدي هنا معادلة خطية سأعيد كتابتها لأن هذا الخط صغير جدا. y تساوي 2x زائد 7. أريد تمثيل هذه المعادلة الخطية، وقبل أن أستخرج ورقة الرسم البياني ما يمكنني فعله هو وضع جدول، حيث سأختار مجموعة من قيم X، ثم سيكون بإمكاني أن أجد قيمة Y التي تتوافق مع قيم X. دعوني أبدأ بقيمة منخفضة على سبيل المثال. إذا كانت X تساوي سالب 2 فما هي قيمة y؟ حسنا، نعوض سالب 2 في المعادلة فتصبح 2 ضرب سالب 2 زائد 7 تساوي سالب 4 زائد 7 وهذا يساوي 3. إنني أختار قيم x بطريقة عشوائية، ربما سأضع 3 أو 4 نقاط هنا. ماذا يحدث عندما x تساوي 0 y تساوي 2 ضرب 0 زائد 7؟ أي تساوي 7. الآن سأجعل قيمتها أعلى بمقدار 2. يمكنك أن تختار عدد أعلى بمقدار 1 أو أن تختار أعداد بطريقة عشوائية. عندما x تساوي 2 y تساوي 2 ضرب 2 زائد 7 وهذا يساوي 4 زائد 7 ويساوي 11. يمكنني الاستمرار بتعيين النقاط إذا أردت ذلك. علينا الحصول على نقاط كافية كي نستطيع تمثيلها، وفي الواقع حتى نمثل أي خط سنحتاج إلى نقطتين فقط. لدينا واحدة فائضة عن الحاجة، دعوني أقوم بحل واحدة أخرى. إذن ماذا يحدث عندما x تساوي 4 أو دعوني أقول أن x تساوي 8؟ اختاروا أي أعداد عشوائية. ستكون y تساوي 2 ضرب 8 زائد 7، هذا يساوي 16 زائد 7 ويساوي 23. ربما أنها ستخرج عن ورقة الرسم البياني التي لدينا. الآن دعونا نمثلها. دعوني أضع محور واي هنا، هذا هو محور واي، ودعوني أضع محور إكس. لدي العديد من القيم الموجبة هنا، إذن سنحتاج مدى كبير على محور واي الموجب. هذا هو محور إكس، ثم سأستخدم النقاط. إكس تساوي سالب 2، هذه سالب 1، إذن 0 1 2 3 4 5 6 7 8، تلك هي قيم X. ثم يمكننا أن ننتقل إلى الأعلى على محور Y الموجب، وسأفعل تدريجا مختلفا بعض الشيء لأن هذه الأعداد ستكبر بسرعة، وربما سأضع مضاعفات الاثنين. فيكون 2 4 6 8 10 12 14 16، ويمكنني الاستمرار هنا. دعونا نعين هذه النقاط، وأول نقطة لدي هي سالب 2 مع 3. يمكنني أن أكتب المحاور، ستكون النقطة سالب 2 مع 3، x تساوي سالب 2، y تساوي 3، موقعها هنا. إذن هذه النقطة الأولى، ثم النقطة التالية 0 مع 7، سأعينها بهذا اللون، x تساوي 0، y تساوي 7. هنا 0 مع 7، ولدينا هذه باللون الأخضر هنا.
النقطة 2 مع 11 ستكون هنا، 2 مع 11. ثم آخر نقطة، هذه في الواقع ستسقط من التمثيل البياني، 8 مع 23 ستكون هنا في الأعلى في مكان ما. إذا كان بإمكانك أن ترى ما أفعل، إنها 8 مع 23. إذا وصلنا النقاط فسترى أن الذي يتكون عبارة عن خط، لقد رسمتهم يدويا كما هو واضح، لذلك ربما لن يكون هذا الخط مستقيم بدقة. إذا كان لديكم حاسوب فاستعينوا به حيث سيكون الخط مستقيم. يمكنكم الاستمرار في اختيار قيم X وإيجاد قيم Y التي تتوافق معها. إذا استمريتم في تعيين كل نقطة ستحصل على خط. إذا اخترت جميع قيم X الممكنة وعينتها جميعها ستحصل على كل نقطة على الخط. دعونا نحل مسألة أخرى. في المطار يمكنك تغيير عملتك من دولار إلى يورو، إذن من دولار إلى يورو. تكلفة الخدمة هي 5 دولار، مقابل كل دولار تحصل على 7 بالعشرة من اليورو. حسناً، اسمعوا جدولا لهذا وعينوا الاقتران على التمثيل البياني. استخدموا التمثيل البياني حتى تحددوا كم عدد العملة باليورو التي ستحصلون عليها إذا أعطيتم المكتب 50 دولار. دعونا نرى. إذن سنحول اليورو إلى دولار، وحتى تحصلون على يورو يجب أن تعطوهم الدولار. إذن سيأخذون 5 دولار لأن هذه الخدمة تكلف 5 دولار، إذن يورو يساوي دولار ناقص 5، وكل ما يتبقى ستحصل مقابله على 7 بالعشرة يورو لكل دولار باقي. إذن هذه هي العلاقة. الآن يمكننا أن نعين النقاط، يمكننا الإجابة على سؤالهم. إذا أعطيتهم 50 دولار لا نريد أن ننظر إلى التمثيل البياني هنا، لكننا سننظر إليه فيما بعد. نعوض، اليورو يساوي 7 بالعشرة مضروبة في 50 ناقص 5، أعطيتهم 50 وأخذوا 5 مقابل الخدمة، إذن يتبقى 45 دولار، فيكون 45 ضرب 7 بالعشرة. حسنا، سأفعل هذا هنا، 45 ضرب 7 بالعشرة، 7 ضرب 5 تساوي 35، 4 ضرب 7 تساوي 28، +3 تساوي 31. نلاحظ أن عدد 1 فقط وراء الفاصلة العشرية، إذن الناتج هو 31.5. فإذا أعطيتهم 50 دولار ستحصل على 31.5 يورو. إذن يورو وليس دولار. إذن قمنا بالإجابة على السؤال، لكن دعونا نمثله بيانيا. دعونا نرسم جدول. ربما سأستخرج الآلة الحاسبة، سأشير إليه بعض الشيء، لنضع الدولارات التي أعطيتهم إياها دولار، وكم عدد اليورو الذي حصلت عليه. سأضع مجموعة أعداد عشوائية. إذا أعطيتهم 50 دولار فسيأخذون 5 دولار منهم مقابل الخدمة، ستحصلون على 5 ناقص 5 دولار أي 0 ضرب 7 بالعشرة، إذا لن تحصلوا على أي شيء، إذا نحصل على 0. إذا أعطيتهم 10 دولار ماذا سيحدث؟ إذا أعطيتهم 10 دولار، 10 ناقص 5 تساوي 5 ضرب 7 بالعشرة، ستحصل على 3.5 يورو. الآن ماذا يحدث إذا أعطيتهم 25 دولار؟
إذا أعطيتهم 25 دولار، 25 ناقص 5 تساوي 20. إذا 20 ضرب 7 بالعشرة تساوي 14 من اليورو. سأضع قيمة أخرى، لنقل أنك أعطيتهم 55 دولار، وهذا يجعل الحساب أبسط لأنك ستطرح 5. إذا 55 ناقص 5 تساوي 50 ضرب 7 بالعشرة تساوي 35. هل هذا صحيح؟ أجل، هذا صحيح. ستحصل على 35 يورو. الآن دعونا نعينهم. جميع هذه القيم موجبة، إذا علي فقط أن أرسم الربع الأول هنا. جميع هذه القيم موجبة، إذا الدولار دعونا نضع التدريج مضاعفات الخمسة، أي 15، 15، 20، 25، 30، 35، 40، 45، 50، 55. لقد رسمت محور إكس أقصر بقليل مما أحتاج، هذا يصل إلى 55. ثم محور واي سيكون التدريج عبارة عن مضاعفات الخمسة، 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35. حسنا، هذا أكثر مما أحتاج، 35. الآن دعونا نعين هذه النقاط. سأعطيهم 5 دولار وأحصل على 0 يورو، هذا اليورو وهذا الدولار. الدولار هو المتغير المستقل وقمنا بإيجاد اليورو من خلاله، أو أن اليورو يعتمد على الدولارات التي لدي. إذا أعطيتهم 10 دولار سأحصل على 3.5 يورو، من الصعب قراءتها، ربما أنها تقع هنا. إذا أعطيتهم 25 دولار سأحصل على 14، تقع هنا كما هو واضح، هذا الرسم يدوي لذلك لن يكون دقيقا جدا. إذا أعطيتهم 55 دولار سأحصل على 35 يورو، إذا النقطة تقع هنا. وإذا أردت وصل النقاط فيجب أن أحصل على شيء ما يشبه الخط. إذا كنت تستخدم الحاسوب سيكون خط بالضبط. إنه يبدو جيدا جدا. الآن المطلوب منا أن نستخدم التمثيل البياني حتى نحدد عدد اليورو الذي نحصل عليه إذا أعطيت المكتب 50 دولار. الخمسين هنا سنبدأ. إذن سأقوم بالرسم البياني، سنذهب كل هذا الطريق. في الواقع لقد رسمت آخر نقطة على الرسم البياني بشكل غير دقيق بعض الشيء. حسنا، دعوني أعيد رسم تلك النقطة. 35 تقع هنا تقريبا، إذا 55 مع 35 تقع هنا. دعوني أعيد، لقد نسيت، 25 تقع هنا. حسنا، سأجعل الرسم البياني يبدو هكذا. هذا أفضل ما لدي. حسنا، دعونا نجيب على السؤال. هنا أعطيناهم 50 دولار، نذهب إلى أعلى إلى 50 دولار، نستمر بالذهاب على الجانب الأيسر. هذا تقريبا 31.5، لقد أوجدناه باستخدام الصيغة، لكن يمكنك ملاحظته من الرسم البياني. ويمكنك أن تجد أي قيمة للدولار إذا أعطيتهم 20 دولار. سنذهب كل هذا الطريق وسنجد أنه يجب أن يكون 7.5 يورو. عدم الدقة في رسم البياني يجعله أقل إتقانا. عندما تقول 20 ناقص 5 تساوي 15، في الواقع سيكون أكثر بقليل من 10، ستكون هنا.
إذا وضعت 20 دولار هنا، 20 ناقص 5 تساوي 15 ضرب 7 بالعشرة تساوي 10.5 دولار، وهي تقع هنا. إذن يمكنك أن تنظر إلى أي نقطة في التمثيل وتجد عدد اليورو الذي ستحصل عليه. لننتقل إلى الرسم البياني التالي. قيل لنا أن نستخدم هذا الرسم البياني للتحويل بين الوزن بوحدة الكيلوغرام والوزن بوحدة الرطل. حسنا، لدينا الكيلوغرامات هنا والرطل هنا. إذن المطلوب إيجاد كم تساوي 4 كيلوغرام بوحدة الرطل. إذا نظرنا إلى هذا، 4 كيلوغرام هنا. حسنا، نقوم بتتبع الرسم البياني. إذن 4 كيلوغرام إلى رطل سيبدو أسفل 9 رطل بقليل، أقل بقليل من 9. سأكتب 9 رطل تقريبا، لا يمكنك أن تراه بالضبط، إنه أقل من 9 رطل بقليل. الآن لو كان لدينا 9 كيلوغرام، نذهب إلى الأعلى 9، يبدو أنه 20 رطل تقريبا، وهنا لدينا 12 رطل، سنحولها إلى كيلوغرام. إذن 12 رطل. في الواقع أن الكيلوغرام عبارة عن كتلة، لكنني لا أريد الحصول عليها بشكل دقيق. يبدو أنه 5.5. تقريبا 5.5. ثم 17 رطل إلى كيلوغرام. إذن 17 رطل إلى كيلوغرام، يبدو أنه 7.5. على أي حال، أتمنى أن هذه الأمثلة جعلتك مرتاحا بعض الشيء فيما يتعلق بتمثيل المعادلات بيانيا وقراءة التمثيلات البيانية للمعادلات. أراكم في العرض التالي.